وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله منها وإياكم. جماعة الخير إن شاء الله رجالا ونساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين بلاوانينا إن شاء الله تعالى مناسبة دي إن سوون نمت محاضرات إن شاء الله تعالى كردون هاي أو مرتين هو ها شيخنا شيخ عبد الرشيد إيوه وذا ذكره إن شاء الله تعالى إن لغة ذكر واحد دونا وحنس إن شاء الله أكو بلاوان دونا أيضا قرآن وإن آخر دونا إن شاء الله عبد الرزاق علي معلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون
فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين وخير من صلى وصام وقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله أخواني، محمد شيخ ذينا على رأسهم والدنا الشيخ علي بن عبد الرحمن صوفي أو الملقب بالصوفي رحمة الله عليه، كما قال جري وأنه كما قال لأهمية القرآن، قرآن كأهمية شأو إلهي أكتي سكتها قدم وحكه المريض في هذا البيان خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن، الرحمن وبعده إيش؟ علم القرآن. ولأهمية القرآن وتعليمه بوحكه المريض خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، لكن محكه المريض علم القرآن. تقديم كي يتأخير كنا إن بضن أكمل وحي كانتا أما التي ماذا معنى ومن معانيها وحكمل يقدم الأهم فالأهم شيء أكسي مهم سيها لغسي ورمري. فالله قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، خلق الإنسان في هذه السورة الكريمة العظيمة عند الله، سورة الغم العاب سورة الرحمن. وقبل لابتي اسم من أسماء الله الحسنى العظام الرحمن علم القرآن. مركا قرآن كأي برشدي سيكوى منتسبين تأوى يكوى جعلنا برتان يكوى إلهي هريء بري يكوى دوننا هذا برتان ينتي كهم من يسوى وغاذا وحوين ووين ووين با إلهي نسي أرتكو إن إلهي القرآن كفجع ليسي وشيء عظيم وشيء أدو أدو يذن مثل ما يلي أدو يذن وحد جوغ أرنن أين أرقن أما أين مقلق ومخلوق إلا القرآن. القرآن كفجع لأن القرآن هو مخلوق، ما هو كلام الله وصفة من صفاته سبحانه جل جلاله. قرآن كي عظم ذي شيء وينانتي شلغ مكور لمكور كرب الله سبحانه وتعالى آيات أن قبل الله أن يقرب مخلوق. يا أيها الناس دضوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وأنا ربي حقي سكتمي وشفاء لما في الصدور، شفاء يا عافمات للقلوب وللأجسام والرع سنتهي قلبي وهدو عافي ماذا جركن وعافي ماذا يعني. وهدى ورحمة للمؤمنين قل وحاتلا يا محمد صلى الله عليك للناس أعلم وحات كتلا لفضل الله وبرحمته فضل إلهي رحمتي سعلو ماذا قال كدو حي لهم ليسكو من راعي وإلهي يسكو من ضر إلا للقرآن. هذا أركتو فضلي يا رحمة إسرع عسان قرآنكم موجودة ملك الموجود وح إسكو درسان كرنا قرآنكم بابج. قل بفضل الله وبرحمته وقرآن كي فبذلك كاسوا فليفرحوا أكو فرحين. هو قرآن كيبا خير كخير بطن وكونا أكسن وكفع مما يجمعون وحي أرور سنيا أي من مال ودنيا وأثاث وسيارات وعقارات وفلوس ودولارات وجنيهات وقل ما شئت وحل وحي أرسنا يا ردن سكك خير بضل يا يلي الله الله وكما كان دوي ذا أخلا ذا بسكلا وحدتكم جعلهين وحولئي العقية مال كان له حقيقة أولى، حقيقة أولى وحكى للوى مستعار في أيديهم عاري وكويها يقعد توجل لكن حقيقة ملكا كي أولى هذا سالي هو خير مما يجمعون. إن فضلك يا رحمة إلهي القرآن كاللوجي إذا وحاكو دليلا أيدك لي في سورة النساء ولولا فضل الله عليك ورحمته وآية الماميسة مكان ذا إلهي نبي إيسى محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي أكتسك الجوغ يسن إلهي أولا وإلى لي ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما قرآن كون. وكان فضل الله عليك عظيما. فضلك إلهي أدوش هذا إلهي دوش هذا كي يليئك سي ومدوين وانت هيا اللي وين أبي وإلهي سبحانه وتعالى اللي وين وح وين يري فهو العظيم كاسعود. لكن بلو قاعد محايد ولولا فضل الله عليك ورحمته نعم فربنا النبي قال لسي مد كريه إلو قدي أما أحب أرون كرتا في باب الامتنان هي نعمك إلهي من كل من يسكشف وشكي وشي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنقو وين ويل هذان دون وكاس حبين كرنا وكا قادن كرنا قرآن كأهي يهذا وحبا ذلسي نبي اللي بذن كعشرين نائج وحاس مه قرآن كان قادنين هذان دون وكا قادن كرنا سورة دلو مشاهد سومة تغنى أحفظ كتاب الله في سورة الإسراء ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هذا دون القرآن كواسع عشان لهم بإلهي لكن رحمة إلهي وضش هذا أهر مرتي وقصارا يا محمد أول بأن ننسى أولي أن يتم عليك رحمته وإحسانه إن فضله كان عليك كبيرا. فضلي وين 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 بإلهي مركا خيرك يا وناقا وحال وذاقي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو حظي يا نسيبك قاتي أفكستو أمد كم إذا علي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إلهي وحكسي فضل ياس فضل القرآن. فيا أيها الناس ذلك هذا المغلي هو المغلي دونه وقال وحكوين وقرآنك إلهي مجلال في الدنيا وفي الآخرة منه فجعل هذا القرآن قلبك جعل ذلك قرآنك إلهي وحكي السيئي قرآنك بري هذا المدول بتاريخ دي سيئي أصي في رسط وهذا أغانيسا وحأهر مري حب القرآن الأصل حب القرآن بإلهي قلبه وذكتوري كبعد الإلهي وقف سنة يعطيك لكنه كجع لي سيئي القرآن كينا جعل أنا أقول يرون أمه لأنها إنها تصدى بجير كيرا وقياس هذا قياس أمه الأولى هي ما هو به أيا وحويا حلقة الوالد رحمة الله عليه ما يا يقول صدر أو يشوف ريشي إنها تصدى بجير كيرا وحن أمه لأنها لأن سواء حن خصوص تاسل هذا قاركود مركل تكن إنه هري فريشي جري يعني ورونا حقا فريشي ورجلي سلاد ولو جرو هذا أنت تبغى على من أبو أمر الله وتقول الله ساس إسلام يبغى ساس تايب وهذا حلقة دي فريسة هل كافر أنا يقول ودي بجارين هجاتي وحبي يبغى مصحف سكال سعيد جري سكال لي سعيد جري طب هذا واحد هيد لما جزء جزءنا واحد الأخير جري مخرب كذي جزءنا واحد الأخير جري بعد الفجر بعد الأخير جري لما ذا جزء ولي قد ما باقي جري لا جمعة جريم ولا وحنات لها الويك اندي ولا يحزن ولا عيد من حتى عيد ما نجو جنان رمضان بس هو قريب ما نجو جنان أنا أقول وإيش كي يرينا دعو عيارتي وإيش كي جعلها مرمركة قال كي فسح ما لها لو إيش أرجرني لكن فسح ما لها فسح ما لها من خلال هذين الجزئين لماذا سجد جزء لحظوا ذا أي تعليم توالدك في المسجد أي عيد وددكو أي حلقة داس كسو بيري جرين وهو حلقة اسكا سعوتوي وقرآن سعوتوي وبشي مر لما قر لدمينة بهذه الحلقة أيا لقول لدمينة بشي لما قر
marka kii mubtadi ahaa ee bilaabay ma garanaysaan hadda ka hor quraanka soo dhigan iyo kii quraanka soo dhameeyey ee tajwiidka doonayay iyo kii intuu intaba bartay iyo tajwiidku u fiicnaaday haddana qiraa'aadkii sii kororsanaya juskaas dhexdiisa ayaa looga faa'iiday iyo kuwa anigoo yaryar oo kale anoo yar oo kale saan isaga dhegaysanaya isaga dhegaysanaya bacdeen waxaan xusuustaa oo markaan xoogay soo korkorray dugsi dugsina waa iska jira oo mar dugsi la furay agteen oo macalin maxamed khayr allah siiyey macalin leyla oo loo bilaabay oo higaadi iyo kitaab loox lagu yar qoray waa noo soo yar hore hormartay xoogay laakiin waan xusuustaa markii aan damcay qur-aanka inaan jamciyo ama aan xifdiyo waxaan arkayba inaan si xafisanahay leanno intaasoo sano siniin ayuu bar xalaqada fadhiiso marka hadhow waxay noqotay inaan maalin kasta hal juz iska soo diyaariyo juz bikulli suhuula anwabaxo alwaalid allah yarxamu yakfir lana walahu marka ikhwaani waxaan u jeedaa waxaan xusuustaa marka beryaha hore ee qur-aanka aan xifdinayay waxa ugu muhiimsan ee alla ii siiyey in ilaahay ugu mahadinayo jeclahayna inaa ilaahay noo daaimo waxay ahayd xub alqur-aan dadka xufaada ah xataa dad waxaa iska jira mogtahay gobolada iyo ka yimaado oo iska masaakiin oo marmarka qaarkiiso marka waan iskaga soo iman jira oo qur-aanka waxay fisanta ahaa bal akriya meelhi bal halkan akriya waa nafta anagoo iska yar waxaan ku ahmin jiray goormaad saas gaari doontaa maa duaa watadaruc ila allah ilaahay bari ilaahay qur-aanka falilahi alxamdu walminna markii dambe ilaahay subxaana watacaala kolleyba qur-aanka xifdigiisa waxwaan ka helay wanarjuu in sha allah inuu ilaahay noo ziyaadiyo waan laa yasxaba mina hadi raxma raxmada ilaahay inuuna naga qaaday maxaanu anaguna haddii nebi maxamed ba ilaahay saa ku leeyay oo ilaahay ku leeyay haddaan doono qur-aanka waanu kaa ceshan lahayn ee muxamed ila raxmata min rabbika ina fadlahu kaana calayka kabiira marka walaalayaal qur-aanku wax weyn weeyaan waa ahami shay inaan jeclaano yaa shabaab dhalinyaradiina dhegaysta qur-aanka jeclaada xubigiisu qalbigiina aad iyo aad ha u galo ogaada in ilaahay subxaanahu watacaala wax ka weyn qur-aanka uusan adduunyada ka bacdina insha allahu tacaala sahl waayo waa maysuur barashadiisu waa iska sahlan arrinta labaad fadaaisha qur-aanku u leeyahay lama koobi karo xamalat lqur-aan iyo dadka qur-aanka xambaarsan waa sida uu hadda uu walaalka noo akriyay abyaadi ibn aljazali raximah ullah waxaana ka horreeyey imaamkeeni shaatibiga ahaa ashaatibiyi ahaa maxamed ibn qaasim ibnu firu raxmat ullahi calayhi oo ka sheekeynaya fadaa'ilka ama sifaatka ninka ahlulqur-aanka a laga doonayo wuxuu yidhi raximah ullah wina kitaab allahi awthaqu shaaficin waagna ghanaa'in waahiban mutafadila wakhayru jaliisin laa yumallu xadiiduhu watardaaduhu yazdaadu fiihi tajamula wina kitaab allahi awthaqu shaaficin shufacaa fara badan oo yowma alqiyaama markii zalalku uu jiro oo khatartu ay jirto oo naaru jahannama halka ka guuxayso oo allahu jala jalaaluhu u caroonaya caroosan weligeed oo kala caroonin caroonina doonin caro rabbigeen wuxuu carooday fii dalika alyowm nebiyadii ay ka baqeen wuxuu carooday rabbigeen jala jalaaluhu ambiyadii ashrafu lkhalqi ahaa ay ku dhici waayeen ilaahay inay u tagaan oo mid walba yidhi nafsii nafsi ina rabbii ghadiba alyowma ghadaban lam yaghdab midlahu qablahu walan yaqdaba mithlahu bacdahu wainii facaltu kada mid nabi walba waxbuu sheegtay anugu saasaan sameeyey aadam oo aabaheenahu ugu horreeyay waxay anuu geed aan la iamrin baan cunayo haddii inkastoo la icafiyey oo cafiskii qur-aanka ku yimid hase haahaatee ma hubo xaalkayga wuxuu noqona iga taga nafsii nafsi rabbigay ma hortegi karo dadkiibu saa ku leeyay dadkii baa u tegay talow ergadaasi ma aha hadda kulay umam almutaxida way dhan lama oran umam almutaxida iyo umam almukhtalifa midna lalomashi laakiin dadku inay erge samaysteen oo ay iyagoo shafeeca dalbaya nebiyadii min awalihim ilaa akhirihim soo mareen ayaa xadiidku noo sheegaa xadiidu shafaaca leh nebi nuux bay la hadlay
نبي نوح نوح ميرسي ذوك الآن وغمية هل دعوان لها أيو بريا هل مرتين وحان هم كيا أي قتل أي قتل إن ربي قد غضب اليوم أبو لم يغضب مثله إبراهيم الخليل وهدون إلهي سبحانه وتعالى كتاب بيش سوء أمانة أدون سوء أمانة مجنون إلا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا محمد صلى الله عليه وسلم نبي حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كوردن وأماديس لأنه ما بجر كاف خطاب ولا تاء مخاطبة إلا وهي ثناء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف حتى إله مركو سيفوني كيسكشي كينا يوم وربك مركو ليلة ربي قال واسدها يا سيدها ربي قال محمد هذا شرف وهذا أعظم مكانة ومنقبة وكف ضبا مركا كاف الخطاب إيه وتاء المخاطبة إيه النبي قال لا خطاب إيه ما بلكوا بكربا فحقيقة أثنى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أماني أمانه وش عنده أماني لكن وحكو سوحيه جد قيس أبو قيس إبراهيم عليه السلام وأبونا إبراهيم أكلها أبناء إلهي بهير ملة أبيكم إبراهيم حتى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إليه وحكوه ثم أوحينا إليك وحكو وحيون أن اتبع راح ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لأواه منيب كم من الآيات ومن الصفات واتخذ الله إبراهيم خليلا ومع ذلك موقفك وكبقي عرض إلهي مالتها سوك عفصري وحيلا أنه حقها ما أدي يسدح مر بان بيشي غيو سدح دنبئه بين أياليه هايو إله جهر تنكر طبعا بين تقول ويسو شيري علمات وحدهم لا ما حقيقة كلها في ذات الله نوايا هايو برقيون انتو قم كيش الله هذا إن بضن ويروغ رسلامة الوحضين انت لما يسوار اسكد دايو ويكد دينين أيو حقو أنكو قارسو وين جرى غلانا إن أسلامة سادة كذبا إلهي غير كيش أن لعب إنو بربريو قعنتي جاكو بربريو أيو قو أنكو قاري طب هذا سيور هيك يسوقها رما لين تعمشي أي معبد كوها أي إني سقي وأبو كمان تقتل تاس بين بوسكو حسابي وبين تمشي لي كمد مرك هو ذا بربوري أي أسنانتي أي وحبو وجهي كي هو ينابو كتني طب هذا دفاس كي بوصري مرك لي ما دو أردت إلا باري ومخابرات كي يو قلوا يمكن لصدر يقول له أقادي إنه بسقي ولا سوقتي قولي إبراهيم وما أذى سيدي يلي أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم حول قال بل فعله كبيرهم هذا كذن أوين باسلا يلي فاسألوهم كون بربرسلة لباب يويدية إن كانوا ينطقون هذه الذكرى بل ورسلة وأقواس وحبوه جيد وقلبي وغير فعلا وين أنا خاجسي وفترضي بادي بقصوا نغطيه وفرجعوا إليه إلى أنفسهم نفتوا ذي دب أنت أقول نغضين بيس عنانتين إنكم أنت والله إذيك ظالمين وحان مركورنا يعني وحس كدعين وايو اسكعلم واي كيف البريد هذا أنا هذي كريم هو عبد إيسان بهوس اسكالها لكن شيطان كيف كغالب نغضيه مرض كودي شركي يدب ونغضينه وحيدا هنا إبراهيم محال لو حول إيسان كوان وذوقته مركي أي بتاك تاقنا يبب هذي إيه سواب هذا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أوكتينينا وريبوا الدين محمد معنا وحول إيسان ما مركبة مركو علونا أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون سكو مقر أنه أنا جميع مؤرا لكن دي وكم مقطع ورما واحد وحبا إذين ترين وغير الله يا وحبا إذين ترين وإذنك قاعدين خصوصا ما يسير أو مركي ورابا حسكي عني واي هذا مركة البربورية هذا واي بعد غير الله يا عبد إيسان مركة أنا واه بين لباد بوسكو قري هو مقام كان مكبقا يوم مقام شفاعة وإله مالك تعرضوا على ريسون هرتبين صدح بنت بنت صدح هذا وحوي وسكو شيء مركو مصر سو مر مصر والله في تري يا واحد جو جري فرعون فرع أنتي كم ذا وهدو أرك قبل وانا عشان ودمان لا يعني خروح سن وقادنا هيا نك هدو لا سعد نك هذي هاي ودني هدو سن نك هذي هاي نوسكدين مركو وحوي نك هاي جوي هاورنني حاس كيس سهرة الأوريجين وهو خروح سنة هاورن نك هاي جوي واحد قتلها وهو نالك لا دي ولا الكيبة ولا شيء باتهاي وأنا أخوك في الله لا بدي مسلم أنا رياض مسلم هذا تحصل بين ما لك رومر كده
ومع ذلك بين بوسكو حسابه ده الشيء كذي يسارنا واد لسوع تام وهي كنده بيسي مركي قال في أوقاتي ودمعين وفرح بي كما جاء في صحيح البخاري وغيره صلت ويتكتي توضأت وويسيستي وصلت ويتكتي وقالت وحيتي مركي قال في كسو سعودي يا ربي هدا دكتاي إنا كل رمي إبراهيم الخليل وغر نبي قال قال الرمي حرام نسكر له لفرجيري أن روي إلهي وقال كان هيو صليت مر الله ما كود مع حق وصبحه أي جندي من جنود الله اللي قصوت ريمكين قال كأها طب هذا دوا لمرجي ولا مرجي طب هذا بور رفتي للموت بور رفتي لما شاب كم مقطعي وحي كم بغضي هذول أنتوا إلا خمسة رجال وحي تري لها جزك سيدا هلو بعلي خمسة رجال ورنا يصير هي هدي شيء أنا يسقون بقولك كل جلبي إلا جزك سيدا ولا سيدا وحي يرهدو صوير نفسي وفي ريا هذا نوع كسب رواية وحبيب يقول حاجة هذا صوكا هذا نوع الوعد يسير يسير كبر إلى هنا برد إلى هنا وكأجيب سحب على مرجي مركان مركز ومركو رفتي بيتير إلى هو يسكت سيدا مركي صدحات سحب الأقل هذا إلى إله إيه وبا إلى هو برد إيه وبا للدين لهذا إلى هنا وبرد وحتى إلى هو يسكت سيدا يعني وارون إسلام لي مركي صدحات وسوق عبيد إذا صار شيء دانتر شيء دانتر يقبل حيد أولي ما وحسيه خادم وحسيه وحيره وحيره هاجر قبرنا ليرانا خادمها ونقطه راعيه هيا تكتمرون يا هاجر وذات إبراهيم وتبت وحيت يا إبراهيم أو ما علمت ميادا وقال أن الله إلهي أنجاني وكره لبد بالي هذا الكافر كافر كاس وأخدمني هاجر قبرنا هاجر ليرانا خادمت بقول وايسي وأنا وهبت لك أنا كوه به إسكقاو تبدأت هاجر عليها السلام ويلك إذا شيء متغني إسماعيل إسماعيل يا واي جد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفتها شكرا بركة شيء كذي نلع كلينا نمرتي توفيق الله نوافجي إبراهيم الخليل وحبيل متلي كروب مقام كان مآلي كروب ما أنت إلهي وحو عروضي عروض وشولي العرونين عرونين الدونين أنا وصدح بين بان لي والله ما رأى بان بان سويدية وحال الله وطولوا إمي سبين بان أنا ولا تريدونا دي وين كان إمي سبين بان كجرت كم من الكذب عندنا إبراهيم الخليل عليه السلام صدح راس أيو بين كل شيء قوم بين باهي أو مقامك كذبقي فكيف نلقى الله سبحانه وتعالى سيبا نقوله كل بيننا بهذه الظروف وبالكذب لا إله إلا الله هذا وحي أردتي سعطبا موسى لو يميد موسى وصدي موسى وعوير ورنف آن لي إدر سن أو آن لي أمر إنا دلان دلي موتى يسر إلهي هذا نفتا وشيء وأبلو وحي وذي إلا عفيه ولا عفيه وعوير قال ربي مركو دلي نكي قبط قاها ظالم كاها مركو دلي دلنا إسمنا هين فيل كيسا حوك بدنا وجكتوا سيهرو كالدكي فوكزه موسى فقضى عليه هل فير أقوم بضي هل فير كذي وكذي كان بعد وحوي ربي الله عمل شيطان ويعفي فغفر له إله ويسكع فيه إنه هو الغفور الرحيم أو مع ذلك موقف كي يوم القيامة وقع سيهرو وحوي المتري نفتاس عن أنه بني دليه إله ما تمهرتيك يا إله يرتقي متغني المركح وارثي قاتي ها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه ومقام كشرفت له إلى هي هري وسي دياري عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات الله وسلامه عليه أنا ذهب إلى أنا إسكلت أسمانتا وذهب وسجد بين يدي الله ونشأ النبي عليه الصلاة والسلام وحمد إلهي من تحت عرشه من سجود يا تذكرنا وإمقل يا با إلهي وحبي فردونا محامد إيا ثناء أن عدنا هذا كهر لو فرد وأمانت إلهي كبعد الله جل جلاله نبي سي محمد أبو الله ضي وحكور دونا ارفع رأسك ماذا حقك رقاد يا محمد واشفع تشفع شفع عقد ولا أقبل يا وسأل تعطى واحد ربتنا لو يديسه أمديسه كبالله
يبدأ الشفاعة بأمته أمتي سيدنا محمد أبو أجعلة صلوات الله وسلامه عليه، كان يحب أمته. وها هذا قال إيه بختي إيه بني باسي لبوا بوديا هدي أجيهن إني بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضاقيا أوجا والله لولا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبركة دعائه اللي هو أمتي سويه ده كنا وأمتي سويه وحين سكدهم بيه أمتي أمة إجابة وأمة دعوة وحو إلهي ويديستي إن أن عذاب عام سيدتك هوري ليلي جري وكاي وعامهم أقول الله وضع بابيه إن إذا مرقوا إلهي دكو لن أدوكو لن هلاهي برقي النبي نوع قف كمر ريب إنت سفينة سار ريب بوي حتى حيوانك بناك جو كل إلهي وهو لهذا لا محمد يحو إلهي كبري إن أساس ليين إلهي وكيالي هذا بوحى أنه كمان تجوكو لن معاسك استو إلي مادان عذاب عامل وقادم ما يوا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه خير خلق الله أجمعين وحن وجري ولا ليان ما لنت إلى تاء إعرض إلى غضبك إلهي المقنيش يوح كل عكنا يسجد أهل القرآن قرآنك أو شفع قاضي قرآنك وكلام الله قرآنك هدى ونخرينا وأنا المقلينا لكن جرمي سئيم وجد لكن يوم القيامة ولا أركض أنا ونبي قال نوشي يعني سلام سلام القرآن كان لك هنا يوم القيامة يسقوا يهرب مرة يشوف هرس هذا يسبوا يدي سورة البقرة يو آل عمران وضرورة كلا كأنهما غيايتان أو غيا غبايتان لابد إن صاحب القرآن بيشفع في عقاله القرآن بيشفع في عقاله بين يدي الله إذا ما تعبكرت تقول لا لا نكال صاحب كيبوها هبيك بقول شو جيد جيد أنا بقول وهي شري ما أنت وين أذرا اللي قال إيشاء حد يخلل إيه وحي جيران اسكرنا فقول إيه إله إلهينا وكيل يا قرآنك عدو شفع قاري ومشفع له الله هذا ما هي لا تقبل إليه هيو درجة أقول سري سجيج النظر مركز هلا اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الله يجعلنا وإياكم أهل القرآن الله نقلب صاحب القرآن فضل جيس أسجى يوناق أهلي سو كم كومنا واحد مغشين ضدك يوم القيامة كل أيق أقا قاون إن قبرتك صبح دونا أو أن الله هاي أو أن كبر هاي يحشر الناس في النبي صلى الله عليه وسلم عراة حفاة غرلة ونبي أن قلني كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأتي ليلة أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ورقي يطبر كيما يوقع قاوة ميساك الأحمر أيان وباركت مركز ويري الأمر أهم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك الانتاسي وحكوين بها استمالتها ما بيسار كام طب إذا دتك يوم القيامة قاقاوة يقورتو ذي وقاقاوة كصوب حي ضد ما إلهي كسوعدونا وضروح لدونا هذا جنة ما جنة وهو ذاتك وضركي وفعنا بها يستعلو أدون كبا أن لكينين وهل مسار أما فسليتي واحد رتبه وعليه وكمل هذه أدون كالكينين واحد أدون كالعقيا لما قوين كرتو ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وكالي كما أن جنة تكتاي جنة جوكتاي مسار كمالحة أسارا هذه أدون كالكينين طبعا إذا واحد دولار يجنيه يلعق يذهب له ما يقوي كلام لأن ما دد له يسمي ما بلا كيني في الدنيا مفهوم فأهل الجنة ولباس بحني لكن ما يشرق هذا هو عرسات يوم القيامة ما ننتاز يوم القيامة اللي جو ضد إلى برسين دورا وحي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام نكوه الرجل سيدنا يوم القيامة وإبراهيم الخليل وذي صلى الله عليه وسلم لكن وجوه الرجل كل جماعة ضب الرجل سين ضبطا وحكم إذا أبوا حامل القرآن حافظ القرآن العامل به صاحب القرآن وعقرآن كعمل فريق لبني سأبه يدي أبيه ضرب اللوجلي ضرب لي ولي ماها تاجنا مرحوا على الصور نور كيسو كأفتي بلي هاي بيوت أهل الدنيا محال وسيي ولأخذ ولدهما القرآن إذا أرنا ربنا بما أعطينا محاسنا للوسيي
بأخذ ولدكم القرآن ولدك من القرآن كخ علم ذا قارك تحيل حتى حب الله جيابا أبا يوجد إني نشغب كرهين أما كهر الانتين أما إني ولا سينا شرفت عليه هذا يدل على أن دلال كاسية دم يدل على دري مركز شو إن أرن أدي أن أجعل أنا أرتا ما وإلمها ديو إلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا وحو قلي إن هذه يقول أنا حريصا ونجعل أن نوحك استسينها لكن استثمارنا وكل جرا إلمها نكتب إن جنبنا ماله وإلمه إن هذا وحكو تران ونفع كل يشان يعني وين كان أما قبل هذا لو إنجينير أما دكتور نقضة أما كذا نقضة أما مع القبيل وين نقضة أما وزير نقضة أما حتى مدح وين نقضة هذا وحكو ترى أدوية نفع وحكو ترى ولا غيره بقى لكن وحيالها أدوية ما لها فيش هذا لما توح بقى آخرك وما ترى إيش إنجينير لمدي شيء دكتور لمدي شيء بايلوز لمدي شيء وحلا ابتساس كلا نوح بقى وما ترى إيش لا تنفع لكن ما هو حكو ترى هذه القرآن كوبرت واحد كم النقرة يساعدتك الله شرفي إنك الله حلو دون يوم القيامة كل كم يين هكونين إن من الآن أت كم من ما شو المها قوترا على إله الدنيا دوا بلغة تريا ونسي جوي ماي أن أنت آخره يوم الماي المها يصبها إن نقرة إن بر إيو تاج لإيه سورة يوم القيامة وهذا صاحب اليقين تاعي آخره رسيف عنه رميزان تاعي لكن هو حقي آخره أحد جسيد هذا كور هذا كورب وحن كفي كذي ما قرنيش ملبا وحن الأوريجين إف يا آخره حل الأوريجين إف يا آخره حمل كتال حمل وحن شيء كذا كتب المتخان شو ما رد وحن جايب له وين كتب المهمور من القبور هاي بدولة وانتي انتي بربوري شيء يقول يا خلصت طب هذا تسيني واحد قال له دولة ما عكلا يسقى بحثت أنا ما بحثت ما عكلا دولة بحثت حمل بلاي دولد ما يعرف حسين تي دولد ولا سكدي فهل الإف يا آخره معناها هو يدك كل جوجنا وإف كو هوس جوجنا آخره واحد لكن ماشي كسر وتعرض متغان إف متغان باللغة الصومالية وإفتين كصومال إفتين كم حكى سور جيدة مقدم سوما مرك آخره مقدم بين الفجر تاعه آخره وحاله يستأنيت هاي مقدم شيخه آخره مقدم معه دارت رفتا رونتا حقيقة جرت وقتا آخر هدي لابد من مد مجدي هنا دي لا مجدي آخر مجدي بقى آخر صحيح مجدي وحيقول تاي نيكا مش شخيصة كان صعب ولومات كجرة لكن نيكي شخيصة يعني مالي عمل صالح لي مادة إيه الدلالة آخر مجدي معها إيه هو تيم ونور لهم بركة الدلالة إن شاء الله تعالى وقرآن كان الدلالة وبعدين أنت أن كهد لا يقصها سن المهير القرآن كأنه برتان كليه ما هي هذه أضيق وين نفت الكارن وان كبروا وجعلوا حاولني وان كبوري وهذا وحب حذية ما هي وما خبر كرو ما هي وتأستب على مولي هذا دون شيء نتفرين نقطة هذه الضقة وان كبر بنا كرتاه برا بنا قد يسرنا القرآن للذكر للشباب إلى مدهن وللعيال كليه إلى مدهن فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ أو أنك دون إله برتواي؟ من الذي يريد أن يتذكر؟ سني إذا شو كنت دون هالنقطة دعني سنت دون هالنقطة وحقوس وختمه هنا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كيسي وأصحاب تيسة وكو تحريضين جري وكو بورين جري إن القرآن كبرتها وحكم إذا الفاضي والنبي عليه الصلاة والسلام كل يريدين جري إن يو القرآن كأي برتان ولو أضيال به النقطة هنا أيكم كنيبا يحب أن يغدو إلى بطحان فيجد فيه ناقة كوماء بدون إثم ولا قطيعة رحم كنيبا أنت ما شفت إذا جعل إنه مال لو مساجدك أولو وهذه أولو مساجدك أحيان الله لو ينكر أنت وطبو وكسوا هلو هل وين كرس وين قروح بضن ويعني أشرف مالكو ذكا وشرف بضن بعيد قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله كل يوم اجعل لك لنا جعلنا نقوم الجن ولما بدون اثم ولا قطيعه رحم يعني انه سوهر وسوقات وسوق ودب لجري رحم نقول ان دبا ترى سمين كلنا نحب ذلك محمد كان نقول جوابي فلأن يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايه من كتاب الله خير له من ناقه كونه وايتان خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من أربع وعددهن من عددهن هل آيات أنتم مساجدك أكلها هذا هل كاسي وحي دليل أطاعي
أفضل أماكن تعلم القرآن إن المساجد ذاتها إنه مساجد كأنت أكله هل آية صبرته أي أحد كن وخير بدن إنه ناقة كوما حلو لبا آيدنا لبا هلا سدح آيدنا سدح هلا يبرق يهرددك هل يقيل يولا جعل هذا المبلغ مبلغ يغنو وبالإسكي إنه ما بس كذا واحد شو قلنا كتاب بابورت ماشي الوفي عن محل هنا إيش اسمه مرسيدس مثل فراري ها مثل رانج روفر أنا قال أبكى راح النوت على القدر إيوه لأن كروزر يعني لا قالت أنا أبتها صار ماشي تها مركا بوس كذا وتوقن كرتاو آية المك يجعل إنه أنتو ماشان محيه مدار وسلام فيه المساجد شلون جوا ها صبهم أنتو تبوا إنه كسر المرسيدس من ال وكانت دي اللي قصوا بيها ورسد دي كسوا بحي بدون إثم ولا قطيعة رحم هل كسوا لها هل قاتها دي ليلة هل قف ماشي مكوانا لها مش هو لدليل لها ولا كان عرب لها نول ما بقول كاسو دون لها سوا وبلا دنبي أو غير أه؟ أي من كتاب الله أدبرت يا أياه خير لك خير بضل من مرسيدس حمراء وآيتان خير من مرسيدس هيدي وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع نلو تامرهم هذا هو لأنه ولد كاس حديث ضعيف هو مرسيدس وحبوش شيء نبي وقيل وش شيء لكن قيل ومجيد سجارها وحلو جيدي حوالها دتك أي مركز جيدي هي أو أي قيمة ليان أي قرآن كان كخير برا توفيق الله نوفجين الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيرا نختم بسورة الفاتحة إن شاء الله والله واتان هدا أشيء نبى وركات شكتين وور ماشي كجلا واتان هدا كهل لي نبى وأرنت أمهم سن أنا كفي كرنو إن يعني أدو هذا تن أدوية ذو قيمة هذا وقوم مقطع المهنة لا لا معلك هذا سكولك سكولك محل وهلا سكولك شهادة وهلا شهادة محل وهلا إنجنيير لقول نقول يا أما دختر بالقول نقول يا مركه يدي أبي حاوم مقطع ويلكي أما قبل إنجنيير أما دختر أما كذا 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 مقطع إن هذا مركا نفعي وحلقه لك لكن وتنشيقه وأرين أدوية قوبا أو حلقه يا أبا أنتو سنجنير نقوم بإن هذا ما تي إنجنير كادون كوه هادون نقضنا قبري وحبكو وما صدري كارو يوم القيامة رحبكو هيدنيس مركا وحاكو هبون أدينا ما أنت إن الإله سبحانه وتعالى قلبك أغر مشيكتي إن هذا سمن معلن ما ركتي أفقال هذه إنجنير نببر عيال هذا يكي قرآن كبري إن هذا سمن وكان قرآن كبرية وغبنش وكجعلاته وإلمها النفط الكودة أي دريمان إن قرآن كأكت هذا وكعزب ليها وحيالها كالوضن وحتى عليها النفط الكودة يسكون كمركي شهادية كينان سوى لغوان فرحة وحا لمسي سيه ملان العقل إيه وحا سوى لمسي يا آيفون يا لابو ملو سوى قدوه يا بلاي ستيشن يا أي شيطان بان إلى آيفون نميه أي شيطان يا أي بان أي شيطان بابو أي شيطان ودسو عيالك ومسو قليسين مركي إيه وهما قرآن كينا بوسك اللي قريه اللي يسو اللي هذا جزء لما يسو وحسن كسيليا هذا وابا يا شقار كده ويا قار قوية الآن جزاهم الله خيرا لكن أرن عامة إني نقطة أي اللوبة عليهم مركة توفيق الله أنا وفيني هلا الدلالة إن شاء الله تعالى مع لميتنا هلو الدلالة وما كان ليس يعني وأرن آذي آذ مهم قرآنك وهدي وظهر قعو وأنتم في بلاد الغرب وإذن لما خلاص أنت يا إلهي إذن كو إلى لنا يا قرآنك الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى جزاكم الله خير نقرأ سورة الفاتحة إن شاء الله كيف؟ تقرؤون معي؟ لا لا ما يسأل ذي شيء أنا وفاتحة أخري أقدر بأخري خير
شاء الله. بعدين اجازي لكم شيء. خير ان شاء الله. تمام؟ تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كل شو قاري شيء قرفي عم بقى شو قاري شيء فأنتم بهذا إن شاء الله مجازون إن شاء الله عشان تسيقوا فوف قار هدي لول لديش في إيه هو باب هذا أما الإجازة العامة أخذتوها إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم لما نحب ويرضى ونجزاكم الله خير السلام عليكم. جزاه الله خير الشيخ أنا شرف رشيد.